غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. الو الو، اهلا مساء الخير يا فندم. حضرتك اهلا وسهلا بك تبع المجلس الانجيلي المجلس الانجيلي العام رابطة الانجيل بمصر، برنامج تدريب. انا مش فاهم حضرتك خالص. بقول لحضرتك انت ليكوا اعلان، يعني برنامج اسمه تدريب العلاقات في حياتنا تبع المجلس الانجيلي العام رابطة الانجيل بمصر، صح كلام؟ طيب ممكن معاك يا ابو مريم من امريكا، ممكن ناخد بركة بس اعرف مين معايا يا فندم، كان عندي استفسار. مش سامع حضرتك في الاخر، حضرتك بتقول ممكن ايه؟ استفسار، يعني كنا عاوزين الاول ناخد بركة مع حضرتك. ابو مريم من امريكا، ابو مريم كنت عاوز اعرف بس مين معايا الاول، بس ناخد بركة الاول قبل ما اقول الاستفسار. ماجي. اهلا سيدة ماجي، حضرتك يعني تبع ال البرنامج، يعني برنامج التدريب. مش سامع برضه، الصوت بيقطع. حضرتك تبع برنامج تدريب العلاقات في حياتنا اللي هو المجلس الانجيلي العام رابطة الانجيلين بمصر، انت تبعه؟ لا انا مش تبعه. كيف والرقم موجود؟ الرقم موجود، استفسار عاوز تفسر اتصل بالرقم ده، هو الرقم بتاع حضرتك. ايوه اوكي تمام. انا كنت فاكره حضرتك تقصد حاجه تانية. ما في مشكله، اهلا وسهلا بيك، ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. حضرتك انجليه مظبوط يا سيده مريم؟ ماجي. متاسف، معلش اعذريني، اصل بنتي اسمها مريم فانا بحب بنتي فبغلط وبقول للناس كلها مريم. صحيح، ربنا يخليها لك. امين، متشكرين جدا. على ممكن تخليك معايا ثانيه واحده بس؟ اوكي نو بروبلم. اموت. ايوه انا معاك. سيدة ماجي، بس كان عندي استفسار بسيط. انا قبل كده استفسرت من يعني من اكتر من شخص فبجد ردود مختلفة، يعني فيمكن حضرتك تعطيني الرد السليم. يعني مثلا لما استفسر من الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بتقول لي ان يسوع ليه طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. لما بتصل بحد من انجليين بيقول لي لا، طبيعتين ومشيئتين. طب انا لو عاوز اعرف اجيب الكلام ده فين من انجيل؟ يعني الكتاب بيقول كون ده. متاسف الكتاب اتفضلي. يعني انا مش عارفه اسمع حضرتك خالص، وواضح ان انا في مكان ما فيهوش شبكه، فحضرتك تقدر تكلمني بعد ساعه ولا صعب؟ لا مش صعب. ما في مشكله سيده ماجي، انا بشكرك على عدم وسعه صدرك. يعني لو في امكانيه بعد يعني كمان اقل من ساعه، ممكن ثلاث اربع ساعه ممكن. ماشي. اوكي ماشي. مع السلامه. شكرا. العفو. تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك. الحمد لله باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء